هل نحن مقبلون على مجاعة؟ الأسعار في 2022 إلى أين ستصل؟ الجوع بدأ يرفع رأسه في جميع أنحاء العالم، ودخول السوبر ماركت لم يعد كالسابق. وبين حرب أوكرانيا وارتفاع أسعار الطاقة، وبين أزمة الإمدادات وتسارع التضخم، الخطر كبير خاصة على الدول الضعيفة. فما السبب في ذلك؟ التضخم في أسعار السلع الغذائية يشهد أرقاماً غير مسبوقة منذ الحرب العالمية الثانية. الأزمة بدأت منذ أن ضربت جائحة كورونا العالم، ثم جاءت الحرب في أوكرانيا لتراكم كارثة فوق كارثة. تلعب روسيا وأوكرانيا دوراً مهماً في توفير الغذاء، وتشكلان معاً حوالي ربع شحنة القمح والشعير وخمس الذرة والجزء الأكبر من زيت عباد الشمس.